إلى ضيفي هنا سعادة اللواء المتقاعد سلطان بخيت السويدي، مدير عام المؤسسة العامة للمعارض أبو ظبي منذ عام 1993 إلى 2000، والتاريخ بالضبط هو عند 2001. ربي يحفظك سعادتك، سعداء بوجودك معنا. صوتي واضح لأن الموسيقى الصوت واضح جدا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. يعني اليوم سعادتك موجود معنا، وسعادتك كنت موجود على التأسيس، ودائما رجال التأسيس هم رجال المهمات الصعبة، رجال زايد الله يرحمه. أود أن أبدأ معك في التأسيس، كيف كانت البدايات؟ حدثنا وحدث مشاهدينا الكرام على البدايات، والبدايات دائما سعادتك هي الأصعب. شكرا على الاستضافة طويل العمر. آيدكس دائما وأبدا سيبقى العملاق من البداية، أقدر أقول لك إياها. ولكن الحقيقة آيدكس بدأ التفكير فيه أو الأمر بتنفيذه في سنة 1992 لكي تكون الدورة الأولى في فبراير 1993. هي ولادة الفكرة في 92. نعم ولادة الفكرة، نعم، لأنه ما المعرض يسبق عادة الترويج والدعاية. فكانت في تلك الفترة شركة فيرز أند إكزيبيشنز تنفذ معرض دبي للطيران، والقيادة الموقرة هنا فكرت في أن تصير على مستوى الصناعات الدفاعية التكامل في مجال الصناعات الدفاعية. فتم التعاقد مع تلك الشركة شركة فيرز أند إكزيبيشنز لاستكمال هذه الدائرة، الجانب البري والجانب البحري، ويقام على أساس معرض آيدكس اللي هو International Defense Exhibition، المعرض الدفاع الدولي. وكان دور القوات المسلحة، أي اللجنة، وأسست لجنة اسمها اللجنة العسكرية المنظمة للمعارض الدولية برئاستي في تلك الفترة، دورها كان عبارة مساند لتلك الشركة المنظمة. فبدأنا في سنة 93، كان عدد الشركات يكاد يكون محدود 380 شركة. 380 شركة؟ 380 شركة في كل المعرض. لكل المعرض، لأنه فترة التحديد، وكان هناك في لا أستطيع أن أقول اختلاف، إنما تعارض في الأهداف. أهداف الشركة كان ربحي، بينما نحن أهدافنا أهداف وطنية، أهداف ذات رؤية استراتيجية وضعها سيدي رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد حاليا، عندما كان رئيس الأركان. فوضعت أهداف أن هذا المعرض يكون حدث مهم، يكون البيج بانج، النواة لمجرة تسحب معها أو العديد من الأهداف. ومن أهم هذه الأهداف كان هو إيجاد الموقع الواقعي أو الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة كدولة متحضرة متعطشة للارتباط مع كافة أنحاء العالم من خلال جسور المحبة وجسور التعاون وجسور الاشتراك العالمي، لا أقول في الصناعات الدفاعية إنما أقول في المحافل الدولية. وبالفعل كان هذا هدف لم تستطيع هذه الشركة أن تواكبه في تلك الفترة. وبالتالي الدورة التي تلتها استلمنا زمام المبادرة بناء على توجيهات سمو سيدي رئيس الدولة الشيخ محمد، حتى نحن كعناصر من لا شيء في تلك الفترة، لا توجد عندنا البنى التحتية، لا استوى على مستوى البيانات الأولية ولا على مستوى الكفاءات ولا حتى البنية التحتية الخاصة بالقيام مثل هذه المعارض. وأتكلم عن معرض متخصص عالمي دولي أريد له أو خطة له لأن يكون المعرض الأول في العالم، وأقولها بجدارة يعني في العالم. سعادتك يعني في تلك الأيام في عام 92 ولدت الفكرة، في 93 انطلقت الفكرة. يعني أود أن أسألك سؤال، لكن هو عن
هل كنتوا تنوون أن يكون الأفضل في العالم في حينها؟ يعني هو مجرد ولادة الفكرة، لكن أود أن أسمع الإجابة منك سعادتك. كنت تتكلم عن البدايات، عن ولادة الفكرة في 92، ثم بداية تطبيقها في 93، وكنت تتكلم على أنكم كنتوا تخططوا لرؤية بعيدة أن يكون الأهم، لكن هل كنت تعتقد أنه سوف يكون الأهم، أهم معرض عسكري في العالم في حينها؟ سؤال مهم جدا. لم نكن نتوقع، والأغلبية لم نكن نتوقع، لكن كانت هناك إرادة مدعومة من سيدي رئيس الدولة. شراب الوطن والثقة بهم والصلاحيات التي أتيحت لأبناء الوطن وبمتابعة وتوجيه سيدي رئيس الدولة في تلك الفترة عندما كان رئيس للأركان، أهلت ومهدت وحققت الأهداف المرجوة التي نراها هذا اليوم. لكي ومن أهمها أن يكون هذا المعرض أكثر المعارض اندماجاً في العالم، the most integrated exhibition in the world، بمعنى صالات العرض الداخلية، صالات العرض الثابتة الخارجية، العروض المتحركة، الجانب البحري وميدان الرماية الذي ألقي الضوء فقط بسيط هنا على العناصر هذه الأساسية. فنحن كنا نفكر من جانب العرض، ماذا يريد العرض؟ يريد شيئين أساسيين. أهم ما يريده هو صاحب القرار، دعوة صاحب القرار، ليس الكم، إنما يريد الكيف. فكنا ندعو وبناء على توجيهات سمو سيدي رئيس الدولة 65 وفد رسمي صاحب قرار. ومن جانب العارض أيضا نؤهل أو نمكن العارض من أن يعرض إمكانياته وقدراته أو قدرات معداته المعروضاته بالطريقة التي يتمناها، سواء كان عرض داخلي أو عرض خارجي، وأحيانا عرض متحرك ليبرز كفاءة وإمكانية معداته بطريقة تتناسب مع متطلباته هو، ونحن ننفذها. بالإضافة إلى أن نحن هيئنا ميدان رماية، وهو الوحيد اللي في العالم الذي رمي فيه صواريخ بعيدة المدى مثل صاروخ الدوتشكا وصاروخ S-300 المضاد للطائرات، وكذلك عجلات التي تنفجر فيها الألغام وتعيد تركيبها وإعادتها. المعرض كان فيه 5 فعاليات يومية، يعني the most integrated or activities في تلك الفترة لهذا المعرض. هذه من أهم الأسباب. يعني حتى البداية كانت قوية سعادتك، البداية لم تكن بسيطة. ولد معرض آيدكس عملاقاً، ولد عملاقاً وفقاً للمعايير الأساسية. أولاً، أهم الدول المصنعة في المجالات الدفاعية شاركت، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، كل الدول العالم الرئيسية المصنعة في المجال الدفاعي شاركت بناشنال بابليونز بأجنحة قومية. أهم وأكبر الشركات العالمية المصنعة في المجال الدفاعي شاركت في المعرض الثاني. بالإضافة إلى أهم أصحاب القرار من كافة دول العالم، 3 ساعات طيران تستقبلهم دولة الإمارات من المطار إلى المطار at our cost كضيوف على الدولة، يلتقون المصنع والعارض في نفس الوقت مثل ما هي العادة الآن كما رأينا اليوم للتو أيضا. أيوة رأيت الآن. أردت أن أعرج معك على أهمية هذا الاستقبال. سمو الشيخ منصور بن زايد موجود في المعرض، تجول في المعرض لفترة طويلة واستقبل كل الوفد. هذه من أهم المعايير التي تقاس فيها المعرض والتي وضعت من الأسر، هي إبراز أهمية هذا المعرض للدولة، أي كان تحت رعاية سيدي المغفور له الشيخ خليفة.
في تلك الفترة وما تلاها غفر الله له. الله ثم الله. بين حين وآخر من أهم المتحفزين لزيارة هذا المعرض غفر الله له الوالد الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له، كان يتشوق ويتحفز أن يحضر في هذا المعرض في أي لحظة. هذا يعطي أهمية هذا المعرض بالنسبة للدولة. الشيء الثاني اللي لهذا المعرض كان نوعية الزائر، نوعية الزائر وحجم الزائر والملتقى الفني الذهبي التي هيئته دولة الإمارات بين المصنع والعارض على مستوى الوزراء في مكان واحد في مقر الضيافة. هذا يعطي الفرصة الأكبر والأهم. ولا ننسى هنا أن نحن من أهدافنا كان وما زال من أهم الأسرار لنجاح هذا المعرض واستمراريته بهذه القوة هو أن نحن محايدين. أيوة. أي بمعنى نحن دولة غير مصنعة. هذا موضوع مهم سعادتك، يعني نعم. اليوم أن تمتلك علاقات طيبة مع الجميع. للتو كان معي المتحدث الرسمي لآيدكس والمتحدثة والمتحدث الرسمي لنافدكس، يعني كنا نتحاور ونتناقش في نفس الموضوع. اليوم الإمارات منصة عالمية يلتقي فيها الأضداد والأصحاب، يعني ليس بالضرورة سيدي العزيز، نحن لن سمحت لي سيدي، نحن نتحدث عن ملتقى وليس أضداد. ملتقى لا سعادتك نقطة فقط للتوضيح، يعني يلتقي الأصحاب والأضداد، يعني ليس نعم المتنافسين الجميع نعم، لكن فيما بينهم لا ليس من تخصصنا، يعني علاقتهم المتنافسين في الصناعات الدفاعية بالضبط. هذا قصدك بالضبط. نعم سيدي، أريد أن أقول لك من بعض الأسرار ومن بعض الأشياء التي واجهناها أو التحديات لتحقيق هذا الهدف، هو عندما أقول إن نحن محايدين. نحن محايدين أي نحن دولة غير مصنعة للأسلحة والمعدات الدفاعية في حينها الآن جزئيا، ولكن هذه كانت معضلة كبيرة جدا وأريد أن ألقي الضوء عليها بالنسبة للدول التي تنظم المعارض، بريطانيا فرنسا وأستراليا وبعض الدول الأخرى هي دول مصنعة، كان من الصعب عليها الإتيان أو استقبال أو استقطاب الشركات أو الدول المجاورة حتى لها للمشاركة. فأحد المنظمين اسمه جنرال ريو منظم معرض يروساتوري كان في الدورة الثالثة، وكاننا نحن في الدورة الأولى ورحنا نحن نروج لمعرضنا، قال بتفشلون. قلت لماذا؟ قال نحن في أوروبا نحاول نستدعي هذه الشركات لكي تشارك معنا في هذا المعرض معرضهم، إنما العدد اللي محدود وقليل. تناسى شيء واحد أو اثنان أساسيا، هو أن نحن السوق في الشرق الأوسط، نحن السوق، هذا واحد، يعني بمعنى المستهلك لهذه المعدات، وهم دول مصنعة. صحيح. وهم دول مصنعة، هذا واحد. الشيء الثاني أن المنظم كان يستقطب زوار هذا الأصحاب القرار من الخارج اللي معداته هو فقط معدات دولته، وما تبقى يزورون المعرض، فبالتالي هذا يهب الحماس لدى الدول أو الشركات من الدول المجاورة للمشاركة، بينما نحن عندنا الحيادية نعطي المجال لكل الأطراف لكي تزور كل الناشنال بافيليونز أو الأجنحة. وهذا كان من أهم الأثر، وما زال هذا المعرض هو عبارة عن بيج بانج، مجرة سحبت معها العديد ومن قوة إلى أعلى ومن قوة إلى أعلى. هذه من الأهم الركائز الأساسية لأبرزت أو مثل ما تفضلت سعادتك اللي هي عملية المعايير التي يقاس من خلال المعرض. إذن تحدثنا عن الأهداف، راعي الحفل، الشخصيات، نحن حظينا بشخصيات رؤساء دول، زارنا ديك تشيني، زارتنا رؤساء دول وملوك مثل سيدي جلالة الملك الأردني عبد الله، والعديد من رؤساء السودان مثلا سابقا أتذكرهم. في تلك الفترة في هناك نجوم
أثرينا الجانب المادي بالجانب العلمي. عملنا معرض مؤتمر اسمه ميلكون لإثراء الجانب، حضروا من أفظع ومن أروع المتحدثين العالميين. سعادتك نحن دائما كنا نرافقكم كأبوظبي للإعلام وإلى جانبكم دائما في هذا المعرض، وشهدنا عشرات حقيقة رؤساء الدول الذين يشاركوا والذين كانوا ضمن هذه المعرض الدولي الأهم في العالم. سعادة اللواء المتقاعد سلطان بخيت السويدي، سعادتك موسوعي ما شاء الله في المعلومات التي قدمتها، شكرا جزيلا سعادتك. ولكم جزيل الشكر سيدي.